ليه يامه؟ انت مسافر ينفعوك في السفر يعني امك. انا كده مبسوطة، انا اي شقة اخبط عليها اقول لهم لقمة واكل وكده هبقى مبسوطة. ربنا يخليكي ليا يا ام، ربنا يخليكي ليا يا رب. اسمع يا عبد الجليل. ومريم خير في سلامة وسلامة في خير يعني امك. عظمة يا ام. اوعى تتغابى على المعلم بتاعك. حاضر. اذا قال لك شيمين حاضر يسطا. شيمين يا ام. قال لك يمال حاضر يسطا. يمال يا ام. كل حاجة حاضر يسطا، حاضر يسطا. أم هو 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 مين اللوسطة اللي انت بتتكلمي عليه ده؟ البيه السمح اللي كان عندنا في البيت لما البيت وقع عليه انا اهو. ياما هو ده ياما، هو ده اسطى ياما ولا ياما؟ ده ناجي بيه عطالله. عطالله؟ ايوه ده مالوش زيه خالص. مالوش زيه خالص. صباح الخير يا باشا. بلى مع السلامة. كنت بتعيط ليه؟ بس دي أول مرة أسيب أبويا لوحده. صعبان عليا أوي يا باشا. خلي بالك منها. انت قعدتني، انت راجل البيت دلوقتي. هتوحشني قوي يا زهير، هتوحشني قوي. حتى كمان مفيش تليفون. معلش يا رب، اقل من شهر ان شاء الله وهرجع على طول. ربنا يجيبك بالسلامه يا ابني، ربنا يجيبك بالسلامه. سلام. اللهم سدد خطانا ووفقنا الى ما نحن مقبلون عليه. امين. الظاهر البشاري الحلوه جات يا نجيبيه. كلامك حلو يا شيخ حسن. مالك يا زاهر؟ لا لا، قصدي اول مره اسيب فيها امي بس يا نجيب يا شيخ. ما واحد بيعيط على ابوه والتاني بيعيط على امه. تلم نفسك يا ابراهيم، مش ناقصك من اولها. بس بقى ما تتلم. يلا اتلميت يا باشا. الله في السعد. بقول لك البشاري الحلوه جت. والله زي ما بقول لك كده يا ناجي بيه. جت ازاي يا شيخ حسن؟ شفت منام ليله امبارح. شفت ايه يا شيخ حسن؟ شفت خير، اللهم اجعله خير. قال ايه؟ احنا كلنا زي ما احنا كده، لابسين ابيض في ابيض وماشيين في حديقه غناء وارفة الاشجار. نجري ونلعب ونلهو، ومن فوقنا الطيور والفراشات تتطاير وترفرف وتهفف. الله الله يا شيخ حسن، الله. وده معناه ايه يا شيخ حسن؟ ان موعدنا الجنه باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. امواتا؟ شيخ حسن، هو انت بالنسبة للمنام عندك يعني يبقى كله في الآخرة؟ ما فيش حاجة في الدنيا؟ إيه اللي أخره؟ إحنا مش معادنا 8؟ الغيب حجته معاه. أهو جه أهو يا باشا. امسك،
مؤاخذة يا باشا، أنا عارف إنك زعلان مني، بس صدقني أنا قاعد مستني حضرتك من الفجرية، وأول ما الميعاد هبق أمي اتشكلت في الحتة، سلبت أمي من الخناقة وجيت لحضرتك جري. أنا مواعيدي ما فيهاش هزار يا عبد الجليل. عارف يا باشا، بس أعمل إيه بقى في الولية أم ثابت؟ دلقت على أمي جاردة المية وسخة، أمي بقى ما سكتتش، قامت طالعة جايباها من شعرها بقميص النوم ومسحت بيها المنطقة، والراجل بقى الراجل هو جوز الولية أم ثابت ده نزل قال إيه عرض لنا في صوته ويفتح لنا صدره، ما أنت عارفه يا باشا. عارف مين؟ جوز الولية أم ثابت. جوز الولية أم ثابت مين؟ مسعد. مسعد مين؟ مسعد يا باشا مسعد. فاكر حضرتك لما مؤاخذة لما جيت لنا البيت كان في راجل في الشباك اللي قابلنا عمال يكارك؟ يكارك؟ يكارك. والولية أم ثابت رمت علامك ميه وسخه ليه؟ اصلها مره كياده، مره كياده يا باشا، بتكيد امي عشان احنا بيتنا وقع وهي بتبات في الشارع وهي بيتها لسه سليم، بس يمين بالله انا بتراقب واحد في حته البيت اجيبه ارض ارض، ولعلمك يا باشا انا امي عملت معاها الصح ايه وجوزها مسعد. انت هتقلب دماغي؟ انا مال انا ومال امك وام ثابت ومسعد؟ المهم وصلت الحاجة اللي أنا بعتها معاك؟ وصلت يا كبير وصلت. اطلع بريم. أنا أروح فين إن شاء الله؟ بورسعيد. إيه ده باشا؟ هو أنت مش كنت قلت لي إن إحنا هنهبق على بنك في إسرائيل؟ آه. إيه إسرائيل احتلت بورسعيد؟ يا جدعان حد يكلمه. حد يكلمه. خلاص. بدل ما أغلط فيه. أنا آسف يا باشا، أنا آسف كبير. اطلع بريم. أقول لك يا زميكي. هو الكبير زعل ولا ايه؟ يا دوم يا دوم يا دوم.